كرومبو كرومبو معاك ومفيش كرومبو 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 معاك ومفيش كرومبو. البارح الفيلا ديال الدكتور مراد أستاذ علم الجريمة السرقات واللي كملها سرقات وهو قاعد فيها. كان قاعد كيتفرج في التلفزيون وسمع صوت قرقيب في حجرة المكتب. ناض كيجري حل الباب شاف شي حاجة كتبري في الظلام ونقزت من الشرجم. ومن اللي شعل الضو لقى الدنيا كلها مقلوبة والباليزة اللي فيها فلوس ووراقه سرقات. واللي سرق الباليزة واحد من الثلاث اللي معودين ديما يدخلوا الفيلا. واحد بوشتامور الجورنال، زوج عزيز الفاكتور، ثلاثة مصطفى الجارديني. أنا عرفت شكون اللي سرق الباليزة، وإلا حتى أنت عرفتي ارسل الجواب الصحيح على الاس ام اس 9093 أو اتصل بالهاتف الثابت 08 90 60 33 99 أو بورتابل 40 43 وتربح 5000 درهم كل أسبوع. وما تنساوش المفاجأة الكبرى، سيارة فاخرة للفوز. وموعدنا في الحلقة الجاية مع تحيات المفتش كرومبو.